عندما نتحدث عن كلية الطب فهذا الوضع ليس وضعا جديدا بالنسبة لكلية الطب، فتعاقب الحكومات كلها عرفت إشكالات مرتبطة بكلية الطب مع حكومة بن كيران، الحكومة العثمانية، الحكومة الحالية. هذا يعني بأننا أمام مؤسسات لها خصوصيتها، هي مؤسسات فيها بين قوسين النخبة، نخبة النخبة بالنسبة للطلبة الذين يلجون إلى كلية الطب، فبالتالي أن العقلية أو المزاج العام الذي يميز هذه الفئة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لكي نفهم حتى تطور الأمور.